تعد الجزائر من الدول السياحية التي لها إمكانيات رائدة في مجال السياحة، فكل منطقة فيها لها سحرها ورونقها الخاص. منطقة تكجدة من أشهر المناطق السياحية بامتياز في جبال جرجرة بولاية البويرة، باحتبارها تحفة طبيعية خلابة تسلب عقول السياح بجمالها الأخاذ. تعلو ب 1700 متر على مستوى سطح البحر الأبيض المتوسط، بها غطاء نباتي كثيف تعانق فيه أشجار الأرز والفلين، البلوط، الصنوبر الأسود، وتصاحب النسر الملكي، طير الجبيات، الزردي، الضبع، وتداعبك قردة الماغو. تقع تكجدة المحسوبة على المحمية الطبيعية للحظيرة الوطنية لجرجرة على بعد 20 كيلومتر عن مدينة البويرة، صنفت منذ عام 35-900 ألف ضمن الحظائر الوطنية، وعام 98-900 ألف ضمن التراث العالمي البيئي. تتواجد شمال بلدية الأصنام بدائرة بالشلول، تحيط بها عدة قرى كالسماش والتل الأحمر جنوباً، سحاريج شرقا، وحيرز غربا، في حين تحدها من الشمال تيزي وزو وسلسلة جبال جرجرة الممتدة على طول 50 كيلومتر من تراب الولاية. تحتكم تكجدة على مناظر سياحية خلابة تستقطبها المئات من الزوار والسياح الذين يقطعون مسافات طويلة لاستكشاف المنطقة والاسترخاء بين جبالها وسهوبها الخضراء وينابيعها المائية المتدفقة، فهي تفتح للزائر نافذة تمكنه من الاطلاع على ما تفنن فيه الخالق من مناظر طبيعية خلابة وجبال وكهوف ووديان يمتد البصر فيها بعيدا، لا سيما الينابيع المائية المنحدرة من جبال جرجرة التي يتوقف فيها الزائر مجبرا لتذوق عذوبتها.